السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده في المحاضره الاخيره ازاي هنعرف نعمل ديزاين للكنترولر. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا، بعد ما خلصنا الاستابيليتي اتكلمنا عن حاجه اسمها روت لوكس، هنستخدمها ان شاء الله النهارده في الديزاين. بالنسبه للمحاضره دي هنبدا الاول كده نتكلم عن الانالوج كنترول ديزاين. مش هنعمل ديجيتال بعد ما نفهم الانالوج الاول. المفروض يعني كان الكورس بتاع الكنترول يبقى على جزئين، جزء بيتكلم عن الانالوج سيستم، تمام، او الانالوج ديزاين، وجزء تاني يتكلم عن الديجيتال. بس طبعا خلينا الكورس ده بقى الاتنين في بعض، فهنتكلم الاول عن الانالوج ديزاين. We can use bools of the S domain function to characterize the behavior of the time function. اكيد انتوا فاكرين حاجة زي اللي هو الروت لوكس. قلنا لو انت في الرايت هاف بلين يبقى انت بتتكلم السيستم بتاعك ان ستيبل. فلو انت البول بتاعك كل ما بيبعد عن الزيرو كل ما يبقى الريسبونس بتاعه ايه، اسرع واكبر، وبالتالي يعني كده كده ان ستيبل. يعني ده هنا ان ستيبل، تمام، وهنا برضو ان ستيبل بيوصل لانفينيتي، يعني الكيرف بيبقى سريع. هنا اسرع في تايم اقل، بص وصل لحد كام، هنا مثلا في تايم اكبر لا اقل، وهكذا لحد ما توصل لحد الاورجن. الاورجن بيبقى كريتيكال ستيبل، كريتيكالي ستيبل يعني على حاجه، يعني مثلا على ايه، انت دخلت له ستيب انبوت واحد فالمفروض ينزل لزيرو او يفضل ايه، يعني المفروض ما يحصل، يعني دي معناها كده ان هو كريتيكال ستيبل. طيب لو هو بقى البول بتاعك برضه في الرايت هاف بلين، ولكن ان هو مش ريال نمبر، ممكن يبقى ايماجينري نمبر. فلو ايماجينري هيحصل اوسيليشن، يبقى لو في ايماجينري بولز، تمام، فهيبقى في ايه، في اوسيليشن. بس في النهايه برضو ما زالت الاوسيليشن، هنا هيبقى اوسيليشن بس بتزيد، يعني هنا يعني مثلا شكلها هيبقى عامل كده. فشكل الاوسيليشن هنا، شكل الاوسيليشن الاول بيبقى صغير وبعد كده بيبدا ايه يزيد، بيبقى ان ستيبل لحد ما يبقى خلاص السيستم ايه، ان ستيبل. هنا ده بيبقى بنسميه اوسيلاتري ستيبل، معناها ان السيستم بتاعك هيفضل ايه، عباره عن ساين ويف كده، يفضل ماشي بنفس الريتم ما بيزيدش، فبنسميه كريتيكال ستيبل بس اوسيليتري، اوسيليتري اوتبوت. لكن لو انت على الناحيه الشمال، لو انت في الناحيه دي ناحيه الليفت هاف بلين، فبنقول لو انت على الريال، على الريال اكسس، فبيبقى السيستم بتاعك ستيبل، بيبقى بنسميه احنا ايه، دامبنج، يعني المفروض السيستم بتاعك بيبقى دامبنج. طيب لو هو حصل ان عندك ايماجينري نمبرز، لو انت عندك ايماجينري نمبرز بيبقى في ايه، في اوسيليشن، كل ما الرقم ده بيعلى، تمام، اللي هو بنسميه احنا ايه الانجل دي، يعني فبيحصل ايه، اوسيليشن اكبر، تمام. فلو بصيت هنا هتلاقي الاوسيليشن مثلا، او بنسميها اوفر شوتنج، الاوفر شوتنج هنا وصل لحد بوينت 2 وهنا وصل لحد 3. عايز بس اوضح نقطه في السلايدز، السلايد اللي قبل اللي فات، قبل الروت لوكس، اتكلمنا عن حاجه اسمها البرفورمانس بتاع الكنترولر. وقلنا لو انت عندك السيستم في حاجه اسمها سيتلينج تايم، وفي حاجه اسمها الرايز تايم، والتايم كونستانت، والبيك تايم، والاوفر شوتنج، تمام، وربطناهم لو انت عندك السيستم بتاعك سكند اوردر، فربطناهم مع بعض. قلنا ان الاوفر شوتنج او البرسنتج اوفر شوتنج بيبقى بيعتمد على الزيتا اللي هو رقم جنب الاس، والتي بي معتمد على الاوميجا دي اللي هو عباره عن الاوميجا ان في جذر واحد ناقص زيتا سكوير، لو كانك بتتكلم على الايماجينري نمبر اللي هو الحته دي، تمام، اللي اتكلمنا عن الحاجات دي. طيب والتي اس معتمد على زيتا اوميجا ان اللي هو الرقم اللي موجود هنا، تمام، وده في الاخر يعني هنربطهم دلوقتي بسرعه مع بعض في الجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهارده في الديزاين. يعني تاني حاجه بس يعني دي هنرجع تاني للديزاين عن طريق الروت لوكس، بس ان هو فاهمين الكنترولر ممكن نضيفه في الفورورد باس، ممكن نفيده في الفيدباك باس، وفي ممكن نفيده ان نضيفه في اي لوب بالمنظر ده. يعني ممكن يبقى حاجه ان الكنترولر يبقى موجود في الفيد فورورد او الفورورد باس، وممكن يبقى في الباك، وممكن يبقى عباره عن لوب جوه لوب، يعني هنا في تو كنترولرز، تمام. طيب اول حاجه هنتكلم عن البروبوشنال كنترول، والبروبوشنال كنترول ده انت كده كده عارفه او اشتغلت عليه في الاستابيليتي. كنا بنغير الروت لوكس عن طريق كي الجين، صح كده. فكل ما بتغير في الجين من زيرو لحد ما انفينيتي بيبدا يتغير معاك الجين لحد ما يوصل للستيدي ستيت، لحد ما يوصل بنسميها احنا عند الكلمه لا نهايه، او تقدر ترسم يعني الروت لوكس. يعني يبقى البروبوشنال كنترول allows the selection of closed loop bool locations، تمام، using root locus plot.
مثلا انا هجيب اكزامبل، الاكزامبل ده عباره عن اس في اس بلس بي، بيقول لك داين ديزاين بروبوشنال كنترولر كي بي، عايز اعرف الكي بي او الكي يعني فور ذا سيستم عند قيم معينه للدامبنج ريشيو. قلنا قيم معينه للدامبنج ريشيو ومعناها ان انا معايا ايه، ان انا معايا انجل معينه في اللابلاس، لا في الاس دومين، يبقى في انجل معينه على البولز تمام. وكلمه دامبنج ريشيو معناها في حاجه اسمها اوفر شوتنج، وقلنا ان هو برسنتج بي او اوفر شوتنج تمام، اللي هو فانكشن في الاخر في مين، اكسبوننشال اس سالب زيتا وهكذا، فانكشن في مين، في الزيتا تمام. والحاجه الثانيه بيقول لك لو عندك ان دامبنج ناتشرال ايه، ناتشرال فريكوانسي عند قيمه معينه للاوميجا ان، يعني عايز يعرف قيم مين، قيم الكي بي عند قيم معينه، لا اما للزيتا لا اما للاوميجا ان. على فكره في البروبوشنال ما يقدرش يلعب في الاثنين، هو اخره يلعب في حاجه واحده بس تمام. يبقى فيرست درو رود لوكاس، لو انت حبيت ترسم رود لوكاس يبقى انت عندك بول عند الزيرو، عندك بول عند السالب بي، وليكن انا عندي بول عند الزيرو وعندي بول عند السالب بي. وبعد كده بتمشي بقى خطوه خطوه خطوه، بتقول ان لازم لو انت بتبص كده من على اليمين هنا مفيش اعداد فرديه، فهنا بدا ان في عدد فردي موجود، فهفضل ماشي 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 لحد ما لقيت بول او زيرو، فمش هكمل بعدها، وبالتالي البول ده بيبقى خارج من هنا وفي البول ده بيبقى خارج من هنا، فلازم يحصل ايه، يحصل حاجه اسمها بريك اواي، فيحصل بريك اواي عند النقطه دي، ولكن النقطه تبقى في النص طبعا، ويحصل بريك اواي عند الانفينيتي طبعا. ولسه هتشوف السيمبوتيك اللي هي اللي بنسميها خطوط التقاربيه يعني تمام، بحيث انت في الاخر تعرف ترسم الروت لوكس بتاع السيستم بتاعك تمام. فالكاركترستيك ايكويشن هي المفروض الكي او 1 زائد كي جي، 1 زائد كي جي كانك ضربت هنا، كانك جبت هنا البولز زائد الكي في الزيروز، فهيبقى هيديك شكل حاجه بالمنظر ده. ممكن لو انت سويتهم ببعض بقى تقدر تقول ان الكي بيساوي الاوميجا ان سكوير، ان البي تمام، البي المفروض بيساوي 2 زيتا اوميجا ان تمام، وبالتالي تقدر تقول اهو البي هو عباره عن 2 زيتا اوميجا ان، والكي هي عباره عن الرقم ده. فالمطلوب الاول بيقول لك لو انا عايز قيم الزيتا تمام، طبعا الاوميجا يعني هنا عملنا كان عملت سولفنج، لو انت معاك الكي فتقدر تجيب الاوميجا، لو انت معاك البي والكي تقدر تجيب الزيتا تمام. لو انت عارف الزيتا، لو انت عارف الزيتا من هنا تمام، تقدر تقول ايه، لو انت عارف قيمه الزيتا فممكن تقول ان الكي بدلاله البول، البول ده يا جماعه بيبقى رقم معروف ده بتاع السيستم، يبقى قيمه البول على الاثنين زيتا الكل تربيع، يبقى انا كده جبت مين، جبت الكي. برضو نفس الكلام ممكن اجيب الاوميجا ان، هي عباره عن تربيع الكي اللي هو جذر الكي، يبقى هو بي على الاثنين زيتا. يبقى لو انا عارف قيمه الزيتا اقدر اجيب الاوميجا ان واقدر اجيب الكي، الكي ده هو الجيم بتاع الكنترولر تمام. نفس الكلام لو الاوميجا ان از نون تقدر تجيب مين، تقدر تجيب الكي منين، من هنا تقدر تجيب الكي من المعادله دي، والزيتا هتقدر تجيبها لو انت عارف قيمه الكي اللي هي بدلاله الاوميجا ان، فتقدر تجيب الزيتا من هنا تمام. يعني ده كانك بتعوض تعويض مباشر، ولكن هو مستنتج، انا استنتجته عن طريق المعادله دي تمام. يعني انت في الامتحان ممكن تستنتج حاجه زي كده، هنشوف بعد شويه هتقدر تعمل ايه، بس دي تعتبر مساله بسيطه جدا لو جات في الامتحان، فسهل ان انت تعرف تستنتج الكاركترستيك ايكويشن وتعرف ترسم الروت لوكس تمام. الكنترولر اللي تاني هنتكلم عنه بنسميها بي دي، اللي هو بروبورشنال ديريفاتيف كنترول. ادينج زيرو تو ذا لوب امبروف ذا تايم ريسبونس ان ذا سيستم، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي معايا السيستم بطريقه ما شكله يعني زي ما رسمناه من شويه، في طبعا لو انت بصيت في المحاضرات اللي فاتت ان احيانا بيبقى عندك الروت لوكس ممكن ايه؟ ممكن يحصل عليه انستابيليتي عند قيم معينه للكي تمام؟ لكن لو انا ضفت له زيرو فبيخلي بدل ما هو بيوصل بيروح لناحيه الرايت هاند سايد، فممكن اخليه يكبر ان هو ايه؟ ان هو يروح للليفت او ان هو يطلع لفوق من غير ما يبقى السيستم، يبقى دايما السيستم ايه؟ ستيبل. الكنترولر ده شكله عامل ازاي؟ هو عباره عن بروبرشنال زائد مين؟ زائد ديريفاتيف. كلمه ديريفاتيف في الاس دومين معناها رقم في الاس، رقم في الاس، يعني كانك لو انت خدت الكي دي عامل مشترك فكانك بتقول الاس زائد الاي، والاي طبعا هيبقى هو الكي بي على الكي دي، يعني مفيش مشكله، يعني في الاخر ده صح وده صح، واحنا في الاخر هنتعامل مع ده مباشره. ليه؟ علشان بعتبره ان هو زيرو، كان ان انا ضفت زيرو، ادينج زيرو، كان انا ضفت زيرو، اس زائد ايه ضربته، ده جمع السي اوف اس بيضرب الجي اوف اس، ده كنترولر، مش انت بتقول ان الكنترولر ده
بيتضرب مباشرة في الجي، وعلى فكرة حتى في الفيدباك هيتضرب فيه برضو. وبالتالي السي اوف اس عبارة عن، او البي دي كنترول هو عبارة عن زيرو، كأنك ضفت زيرو للسيستم. تمام. It is undesirable because differentiating noisy input results in large error. انت بتكلم النويزي معناها ان الفريكونسي بتاعها عالي، لما تيجي تفاضل حاجة الفريكونسي بتاعها عالي فانت بتطلع بتفاضل الساين مثلا ساين اوميجا تي، مثلا ساين اوميجا تي، فانت بتطلع الاوميجا بره. تمام. مقارنة بالسيستم هتلاقي النويز بتحصل لها ايه، بتزيد يعني في الديفرنشيشن. البي دي ده مش كويس. تمام. بيعمل كوميليشن للايه، اكوميليشن للايرور، فهو مش كويس. ولكن احيانا بيبقى احنا محتاجينه، ونقدر نعمل ايه، نقدر نعمل نميجر الديريفاتيف من غير ايه، من غير ما نعمل ديفرنشيشن. لو احنا عرفنا نقيس الديريفاتيف، مثلا انا عايز اقيس ممكن مثلا اجيب سنسوري ما يعملش الديريفاتيف، يعني الكنترولر ما يعملش ديريفاتيف، مثلا عايز اقيس سبيد، سوري عايز مثلا بوزيشن، فالمفروض اجيب الديريفاتيف بتاع البوزيشن وهو السبيد. طب لو انا عرفت اميجر السبيد خلاص، يبقى مفيش مشكله، يبقى انت كده ما عملتش ديريفاتيف للنويز. فاهمين يا جماعه؟ يعني اي حاجه شبه كده، انا مثلا عايز اتعامل مع الاكس، عايز اعمل كنترول على الاكس، فانا عايز الاكس دوت، الاكس دوت ده هي مين، هي السبيد. فلو انا عرفت اقيس الاكس دوت من غير ما اعمل ديفرنشيشن الاكس، يبقى انا كده تفاديت النقطه دي. تمام. يبقى انا تفاديت دي، فهو مهم جدا ان انا بقدر اعمل بيه الريسبونس بتاعي او ترانزينت ريسبونس. فده مثلا شكل كنترولر. فزي ما قلت لك كده ان الجي توتال، تمام، كلوزد لوب هي عباره عن الجي في السي زائد على 1 زائد الجي برضو في السي. تمام. والجي في الوقت ده او السي سوري هو كي دي في اس زائد ايه، او كونستانت يعني في اس زائد البول الزيرو. وفي الوقت ده الان ده هو النومينيتور اللي هو المقام يعني، والدي ده هو الدومينيتور، هو سوري الان هو النومينيتور الباست، والدي هو الدومينيتور. تمام. للاوبن لوب جين دي بنسميها احنا بنسمي الترم ده بنسميه زيرو بول كانسليشن. يعني دي الطريقه، يبقى البي دي بيقدر يعمل حاجه اسمها زيرو بول كانسليشن. اللي بيقدر يعمله البروبورشنال ديريفاتيف هو زيرو بول كانسليشن اور تشينج تايم ريسبونس. ده ما هو بيقدر، سو هي ات كان تشينج تايم ريسبونس. في حاجه ثانيه بنسميها انتجرال كنترول او بروبورشنال انتجرال. increase the type number، يعني ايه increase the type، increase the type number ده معناها عدد الاسات اللي موجوده في المقام. يعني مثلا السيستم ده فيه اس زائد حاجه مضروبه في بول زائد، يعني كان بتقول البولز عند الاوريجن. هنا مثلا ده التايب يبقى واحد، ده معناه ان التايب بتاعه ايه، واحد. لو مفيش اس لوحدها يبقى التايب زيرو، لو الاس سكوير وهكذا. يبقى البي اي ده عباره عن كنترولر بيقدر يضيف للسيستم زيرو عند بول عند الزيرو. تمام. فبيقدر يلعب في حاجه اسمها الستيل ستيت ريسبونس بسبب البي اي كنترول. لو انا عرفت اظبط البروبورشنال انتجرال كنترولر اقدر اوصل للستيل ستيت ايرور بزيرو. الايرور في الستيل ستيت اقدر اوصله لايه، لزيرو. ودي حاجه مهمه جدا في ده، طبعا اخليه 0%. ودي حاجه حلوه جدا لمين، للناس اللي بتبقى شغاله وتفرق معاهم، حتى لو هنتظر وقت معين يعني بعد السيتلينج تايم، فهو بيقدر يوصل فعلا للبوزيشن او للسبيد اللي انا عايزها. مثلا بتتكلم عن روبوت او مكنه بتشتغل، فانا محتاج السرعه معينه للموتور، فانا عايز اتحكم في سرعه الموتور، فببعت فولتج معين بقيمه معينه، الفولتج ده انا عايزه قد ايه، فهو ده هو ده الكنترولر. ابعت سيجنال قد ايه للدرايف علشان يخرج فولتج معين يشغل الموتور بسبيد معينه، او درايف هيشغل مثلا استبر بحيث ان هو يحرك انجل بقيمه معينه، الارم مثلا بتاع الايد او الفك او مثلا الدراع، ففي بوزيشن للانجل، فانا عايز اوصل لانجل صح. فعلشان اوصل في الستيدي ستيت، كلمه ستيدي ستيت معناها بعد السيتنج تايم، ان انا بقيت وصلت لحد ايه، لحد قيمه معينه وهي اللي انا محتاجها يعني، او الكنترولر بيتارجت عليها. البي اي انكريز السيستم باي 1، فهو بيزيد الواحد ده. تمام. البي اي بيقدر يزود الاس في المقام، but its transient response deteriorates، يعني بتبوظ بسبب الاس، علشان عند مين، عند الاورجن. وقلنا الاس عند الاورجن بتعمل ايه، بتخلي السيستم بتاعك اصلا critical stable. تمام. or the system become unstable، يعني ممكن بسبب الزيرو ده يشفت السيستم بتاعك من الاستابيليتي لجزء تاني unstable.
وبالتالي شكله عامل ازاي؟ طيب شكل الكنترولر عباره عن بروبورشنال كنترول زائد انتجرال، وكلمه انتجرال في البلس في الاس دومين هي عباره عن كونستانت على الاس. ممكن اخد الكي بي عامل مشترك فيديك اس زائد ايه على اس، والاي في الوقت ده هو الرقم الكي بي على سوري الكي اي على مين؟ الكي اي على الكي بي. تمام، يعني انت انا توحد بس مقامات فيديك هنا اس، هتاخد بقى الكي بي عامل مشترك فيديك كي اي على الكي بي هو الاي. ده كانك بالظبط على فكره كانه بروبورشنال ديريفاتيف، يعني الحته دي كده كانها ايه؟ كانه بيقدر يعمل بروبورشنال ديريفاتيف تمام مقسوم على اس، يعني بيقدر يعمل تو فانكشنز في نفس الوقت، يقدر يظبط البي دي ويقدر كمان يعمل ايه؟ يقدر يعمل الايرور في الستيدي ستيت. تمام، البي اي دي بقى هو بياخد الكومباينيشن بتاع الحاجات دي كلها، بيعمل ايه؟ ان هو اف بوز ترانزنت والستيدي ستيت ريسبونس مهمين. كلمه الستيدي ستيت قلنا معناها البي اي، والترانزنت معناها البي دي، بقدر العب بيهم. تمام، طب لو انا دلوقتي عايز العب في ترانزنت والعب في الستيدي ستيت، فبجيب الكنترولر اسمه بي اي دي، وده مشهور جدا ومعروف جدا في الاندستريال، شركات كتير جدا بتصنع الكنترولر ده، في انالوج كنترول وفي ديجيتال كنترول، وفي الغالب بيبقى في انالوج كنترول عادي موجود في السيستمز علشان بيبقى هو لوحده، ممكن يكون انترنالي طبعا في ديجيتال علشان تقدر تدخل عليه بارامترز، بس ممكن يكون انالوج وبتدخل الحاجه بتاعتك عن طريق برضو ايه، عن طريق بوتنشيومتر، شويه بوتنشيومتر او حاجات يعني ايه انالوج، بنسميها انالوج ايه اكتويتر، يعني حاجه زي اوكرا كده او بتتحكم فيها. تمام، يبقى ده البي اي دي. ساعات بيبقى ديجيتال او يعني في الغالب برضو يبقى ديجيتال ما فيهاش مشكله، بس في منه في الصناعه في انالوج وفي ديجيتال، بس الانالوج ده بيبقى الادجاست بتاعه مع مصمم لحاجه معينه جوه المكنه او جوه المصنع او جوه حاجه معينه، فهو بيتحكم باسلوب معين. تمام، لكن الديجيتال طبعا بينفع تتحكم بنفس الكمبيوتر ممكن مثلا او بنفس البي اي دي، تقدر تتحكم باكتر من حاجه وتقدر تعمل ريكونفيجريشن للسيستم بتاعك. وحاجه تانية، الديجيتال على فكره بيقدر يعرف السيستم فيه ايه، يعني مثلا انا عندي موتور مش لازم تدخل له بيانات الموتور، تمام، هو انت عايز تتحكم في الموتور فهو بيقعد يبعت سيجنالز كده، طبعا هو بيتعامل مباشره مع الدرايف، فهو مثلا بيبعت سيجنالز للدرايف، فالدرايف بيبعت فولتج، فالفولتج بيعمل روتيشن بطريقه معينه سواء مثلا فيد فورورد او فيد باك او يعني كلوك وايز او انتي كلوك وايز، فبيشوف السبيد، بيشوف التورك، بيقدر يقيس الحاجات دي كلها وبترجع له كسيجنالز للدرايف، وبترجع برضه السيجنال بتروح تاني للبي اي دي. ف مع بنسميها سيستم ايدنتيفيكيشن، يعني بعد فتره بيقدر هو يبعت اكتر من انبوت علشان يشوف الفيدباك ايه، وبالتالي او اللي بنسميها الميجرنج، يعني هو بيشوف ريسبونس الموتور ايه، فبعد فتره بيتاكد بقى ان يعني بيبقى فهم السيستم ده بيشتغل ازاي. وبعد كده طبعا الموضوع ده دخل فيه ماشين ليرنينج، ان هو بيقدر بقى يخلي الكنترولر بتاعك يتعلم لوحده ويعمل بقى مابنج بتوين الاي اوز بتاعته، بحيث ان او نقدر نقول الميجرد والاكشنز، بحيث ان هو في الاخر بقيمه معينه يبقى عارف الفيدباك اللي ممكن يخرج له قد ايه وهكذا. تمام يا جماعه، فخلينا بس نبقى عارفين ان بي اي دي ده مهم جدا في الاندستريال، ومش بعيد انت راجل ميكاترونكس او كهرباء هتتعامل مع البي اي دي مهما كانت ظروفك في اي شركه في اي ورك ستيشن او بنسميها مصنع. يعني البي اي دي از يوزد باي ادينج تو زيروز، يعني هو بالفكره بتاعت البي اي دي، يعني كانك بتقول ان انا ضفت بروبورشنال وانتجرال وديريفاتيف تمام بارتس مع بعض جوه الكنترولر، فبيقدر يضيف 2 0 1 بول، فهو كده خلاص فاهم، والبول ده عند الاوريجن، يعني هيزود السيستم، يعني هيظبط السيستم في الستيدي ستيت، وكمان هيظبط علشان البول ده تمام، وعلشان في 2 0 2 0 اقدر العب فين؟ اقدر العب في الاوتبوت. ده شكل يا جماعه الكنترولر البروبورشنال والانتجرال والديريفاتيف. ممكن اخد الكي دي عامل مشترك فيديك حاجه بالمنظر ده، وفي الوقت ده ان الاثنين زيتا اوميجا ان اقدر اسويها بكي بي على كي دي، والاوميجا ان سكوير هو مين؟ الكي اي على الكي دي. دي سهله، تقدر تستنتج دول من بعض. ريال اور كومبلكس بولز كان بي كانسلد باي بي اي دي كنترولرز، بسبب الحركه دي ان انا دلوقتي بقت معادله ايه؟ معادلة تربيعية. البي دي لوحده هو عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى تمام، أو 0 1، والبي آي هو عبارة عن 0 وبول قيمته اس عند الزيرو،
فمش هيقدر، ده لازم يشيل ريال نمبر، وده لازم يشيل يعني البي اي يقدر يشيل ريال نمبر، يعمل كانسليشن لمين؟ للريال نمبر. البي دي يقدر يعمل كانسليشن للريال نمبر. البي اي دي بقى يقدر يعمل كانسليشن لتو ريال نمبرز، تمام، او تو بولز، ويقدر يعمل كانسليشن لتو كونجكيت كومبلكس نمبر. ليه؟ علشان انت معاك معادله تربيعيه، فممكن تظبط المعادله دي بارقام معينه للكي اي والكي دي والكي بي، بحيث ان انا اخلي الحاجه دي كومبلكس بقيم معينه انا محتاجها علشان اعمل كنترول صح او كنترول سليم. كانسلنج ذا بول كلوزست. خد بالك ان انا في البولز لما اجي اختار بقى، مثلا انا عندي السيستم بتاعي فيه 10 بول، فهختار انهي الافضل ان انا كنسله؟ هختار اللي اقرب لايه؟ اقرب للحاجه الانستيبل. يعني مثلا عندي بول عند السالب واحد وعندي بول عند السالب اتنين، اكنسل السالب واحد ولا اكنسل السالب اتنين؟ عند السالب واحد وعند السالب اتنين. اكنسل انهي؟ هكنسل البطيء. لما كنسل البطيء كان الايفكت بتاعه مش هيبقى موجود. لو انا كنسل ده البطيء يا جماعه، كل ما بتمشي كده كل ما السيتلنج تايم بتاعك بيبقى ايه؟ بيتناسب عكسي مع السيتلنج تايم. ليه؟ علشان القيمه دي هي عباره عن زيتا اوميجا ان، اللي هي زيتا اوميجا ان، تمام. وبالتالي كل ما بتزود زيتا اوميجا ان يبقى السيتلنج تايم بتاعك بيقل، وبالتالي السالب 2 افضل من السالب 1 وهكذا. يعني كل ما بتمشي كده كل ما السيتلنج تايم يكون افضل، يعني ايه يكون افضل؟ يعني يكون اسرع، السيستم بتاعك اسرع مش بطيء. فانا هطير الايه السيستم او البولس اللي بتخلي السيستم بطيء، اللي هي قريبه من الخط ده او بنسميه الجي اوميجا اكسس، تمام. طبعا لو انت عرفت تظبط، انت دلوقتي معاك ثلاثة بارامتر، الثلاثة بارامتر دول ممكن يخلوا لك السيستم بالمنظر المنقط ده، او يخلوه بالمنظر الاسود ده، او ممكن يخلوه حاجة بالمنظر ده، او ممكن يخلوه حاجة تعمل اوفر شيدنج شديد جدا وترجع وتعمل شوية اوسيليشن لحد ما يثبت، او ممكن تخلي السيستم بتاعك انستيبل اصلا، فاهمني؟ ففي الاخر انت بتختار ثلاث ارقام بحيث ان السيستم بتاعك يطلع افضل ريسبونس. يعني ايه افضل ريسبونس؟ افضل ريسبونس يعني الستيدي ستيت ايرور قيمته بزيرو او قليله على قد ما تقدر، تخلي السيتلنج تايم قليل على قد ما يقدر، يخلي الاوفر شوتنج او البرسنتج اوفر شوتنج اقل على قد ما تقدر. بس هو ده اللي احنا محتاجينه، تمام. دي معناها ان السيستم يكون فاستر، يعني السيتلنج تايم قليل. الاوفر شوتنج معناها ان السيستم ايه، خد بالك الاوفر شوتنج ده مهم جدا في بعض العمليات الصناعيه. بيقول لك لا انا مش مشكله بالنسبه لي، انا اخلي التي كبيره جدا لكن السيستم ما يكونش فيه اوفر شوتنج اطلاقا. ليه؟ وليكن مثلا هو ما ينفعش موتور او البوزيشن مثلا، وليكن بتاع باب، في موتور دلوقتي هيحرك باب، والباب ده ليه ليميت هنا، خلاص كده هو ده اخر الباب، فيقدر يتحرك فين؟ يتحرك في الاريا دي بس. وبالتالي لو انا مثلا الباب ده مقفول او في البوزيشن الزيرو ده، تمام، وعايز افتحه عند زاويه 90، فانا محتاج ايه؟ محتاج الموتور يبقى فاتح عند زاويه 90. بعد زاويه 90 ما ينفعش الموتور يجي معدي زاويه 90، هيبقى عامل ايه؟ هيبقى عامل اوفرلودنج على الموتور، او ممكن يكسر حاجه ورا الباب، فاهمني؟ فانا بيقول لك ايه بقى لو انت عايز تعمل ديزاين، يقول لك انا مش عايز الاوفر شوتنج ده يعدي مثلا 2%، فبتبقى رقم ايه؟ رقم كريتيكال، مش اي سيستم ينفع يقبل اوفر شوتنج اعلى او عالي، تمام. برضو الايرور في الستيل ستيت ده بيفرق، زي ما قلت لك كده، الارم بتاع مين؟ بتاع الروبوت، علشان هيشيل حاجه، فلازم يبقى سنسيتيف للبوزيشن او للبريشر اللي هيبعته. مش شرط على فكره كل حاجه يعني التحكم عن طريق اماكن او سرعات، ممكن التحكم عن طريق التحكم في التمبريتشر عن طريق كولينج وهيتنج، عن طريق كهرباء بتمشي برضو في ريزيستنس، بتعمل هيتنج على السخان او جوه الفرن، او مثلا هتتحكم في البريشر او تتحكم في الفلو بتاع الغاز او البنزين اللي هيشغل مثلا الفرن علشان يتحكم في التمبريتشر، فيبقى دي بنسميها كاسكيد كنترولر. يعني انت تتحكم في كنترول، الكنترول مثلا الاول بيبقى على البريشر، او على البريشر بتاع الناتشرال جاز مثلا، بتاع الغاز الطبيعي اللي هيغذي الفرن اللي هيسخن شيء، فانا بتحكم في درجه حراره عن طريق مين؟ عن طريق بريشر، وهكذا. يا جماعه الموضوع مش بقولك الموضوع معقد، ولكن انت دلوقتي بتعرف تعمل بلوك، لو عملت بلوك واحد هتعرف تعمل اكتر من بلوك، تمام. طيب البي اي دي ان اندستريال ابلكيشنز، بي اي دي كنترول ار اوفن تيون امبيريك. هنا بقى ان انا دلوقتي نقلتك من نقطه ان انت تعرف تعمل بي اي دي وتفهم شكله عامل ازاي، تمام، ولو انت حبيت تربطه بالسيستم الى حد ما هتعرف تجيب الكي والكي بي والكي دي والكي اي، بس بتري اند ايرور، يعني انت بتقعد تجرب كده وتشوف، علشان مش هتقدر تجيبها مره واحده. انت بتتكلم عن السيستم بيبقى نون لينير، والسيستم بيبقى هاي اوردر بتاعه
عالي، فما تعرفش تجيبها ايه غير بالكمبيوتر طبعا. تمام. طيب ممكن بقى نعمل التيوننج للكي بي والكي اي والكي دي عن طريق امبيريكال. كلمه امبيريكال يا جماعه يعني ارقام، ان انت بتحدد الارقام دي عن طريق سيكونس معين. ادي واحد، انا هلعب في الرقم الفلاني علشان هعدل كذا. يعني مثلا دلوقتي كان معاك ايه، معاك ثلاث زراير او ثلاث اوكر، فانت هتلعب في البوتنشيومتر الاول علشان يزود الكي بي او الكي دي. تمام. لو انا مثلا هلعب في البوتنشيومتر الثاني علشان يزود الكي بي الكي دي، البوتنشيومتر الثالث بتاع الكي اي وهكذا. طيب this allows us to address load disturbance. بالحركه دي ان انا ان البروسيس اللي احنا هنتكلم عنها خدت في الاعتبار حاجه اسمها لود ديستربنس، وخدت في الاعتبار حاجه اسمها التايم ديلي بتاع السيستم. السيستم مش شرط يبقى انستنتينيسلي، يعني مش شرط ان انا مثلا ببعت فولتج معين الاقي الموتور قام، لا ده في حاجه اسمها ستارتنج تايم ومش عارف وحاجات زي كده، ففي ديلي حتى وان كان بسيط. وفي سيستمز بتحتاج ايه، بتحتاج تايم اطول بالسكند والاكتر واكتر من سكند. فالكنترولر شكله ممكن بقى نوصفه بالمنظر ده. هو عباره عن انتجريتور، ده انتجريتور تمام، وده ايه ديفرنشيتور، وده بالنسبة لي هو مين. على فكرة يا جماعة تصميم البي اي دي مش حاجة صعبة جدا. ليه مش حاجة صعبة اطلاقا؟ الفكرة كلها في الـ في الـ في السي، هو عبارة عن بلوك صح كده، والبلوك ده بيجي داخل على السيستم الجي اوف اس، وقبلها بيبقى واخد الايرور. الايرور اللي هو الفرق بتوين الواي والار، او الار ناقص الواي، الانبوت ناقص الاوتبوت، يعني الايرور. يعني لو انا دخلت الايرور ده على اوب امز، الاوب ام بيقدر يعمل لك الجين صح، الناس اللي عارفه الكترونكس. فالاوب ام بيقدر يخرج طبعا، دي سيجنال يا جماعه مش باور، فالسيجنال دي اقدر ابعتها على اوب ام، فاقدر اخرج ايه، اخرج جين معين. يعني الفولتج اللي داخل ده اقدر اخرجه بجين، ممكن اقلل او ازود فيه. ممكن اعمل انتجريشن، في اوب ام بيعمل انتجريتور عن طريق ار سي سيركت، برضو عن طريق ار سي سيركت اقدر اعمل انتجريشن ديفرنشيشن عن طريق الاوب ام. يعني انا عايز اقول لك 3 اوب امب يخلصوا العمليه دي، واحد يجمعهم تمام، يعني 4 اوب امب، واحد هيجمع الاربعه دول الثلاثه دول، واحد هيعمل دريفاتيف، واحد هيعمل انتجريشن، واحد هيعمل بروبورشنال، وتجمعهم في الاخر 4 اوب امب. الموضوع البي اي دي مش حاجه صعبه كفيزيكال مينينج. يعني المهم اللود ديستربنس والتايم ديلي بيقدر يتحكم فيهم. تمام. والتي اي بقى ممكن نسميها التايم او انتجرال تايم، هو بدلاله الكي اي، والتي دي بنسميه برضو ايه، بدلاله ايه، الكي دي، فده بنسميه دريفاتيف تايم. يبقى انت عندك تو كونستانت، تايم كونستانت او انتجرال تايم كونستانت ودريفاتيف تايم كونستانت. عايزينك برضو تبقى فاهم البروبورشنال اكشن بيعمل ايه. تمام. لسه قايلينهم وهنعيدهم تاني بس تبقى فاهم. كل ما بزود البروبورشنال اكشن تمام، السيستم بيبقى فاستر، ولكن بيبقى فيه اوسيليشن اكتر. انت دلوقتي كانك بتقول ايه، ان انا عايز ازود اخليه سريع جدا فيرجع بسرعه، فاهم؟ واخدين بالكم؟ يبقى ايه، يبقى انت دلوقتي خليته يبقى سريع، فعلشان هو سريع مش هيقدر يوصل بالظبط ويوقف. طبعا احنا حاليا بيبقى الكنترول المودر كنترول بنقدر نخليه سريع، وبعد كده يجي قبل اول ما يقرب من اول ما بيقرب من اسمه ايه ده الاوتبوت تمام، او البوز او الايرور بتاعك بيبقى قليل كده كده، كل ما بتروح كده كل الايرور يبقى قليل، فبيخلي الاكشن بقى بيقل. يعني بيخلي الكي ده ايه، بنسميها ادابتيف، يعني متكيفه مع قيمه الايرور مش ثابته. بس انت اوت اوف سكوب يعني، بس انا بوضح لك ان انت لازم تبقى فاهم الدنيا بعد كده، دي بنسميها ادابتيف كنترول يعني. طيب increasing proportional action كي بي provides a faster but more oscillatory response. انت خليت السيستم سريع ولكن هيحصل فيه اوسيليشن نتيجه الاوفر شوتنج اللي هيحصل وشويه اوسيليشن بعدها. انكريزنج انتجرال اكشن تمام، بالاون انتجرال اكشن ده كويس جدا في ايه، في الايرور بتاع الستيدي ستيت. يعني هو الفايده بتاعته اكبر فايده هي ايه، الايرور في الستيدي ستيت. وبرده بيقدر، وطبعا مشكلته ان هو برده هيزود السيستم ولكن هيعمل اوسيليشنز تمام. الدريفاتيف بقى لو انت زودته بيخلي السيستم اكثر ايه، اكثر ثباتا، فبيبقى مور ستيبل ريسبونس. بتلاقي السيستم مش سريع، السيستم بيبقى ستيبل يمشي براحته تمام. طيب instead of try and error we have tangent method. كلمه tangent method معناها ان انا هعمل ابروكسيميشن للسيستم
تمام للريسبونس بتاعه، بحيث ان انا اخرج ايه، اخرج كيفيه معينه. مثلا اسيومنج فيرست اوردر بارس دي تايم موديل، يعني لو انا قلت ان السيستم بتاعك شبيه للمنظر ده، عباره عن حاجه بالمنظر ده، كانه فيرست ايه، فيرست اوردر ريسبونس، فيرست اوردر ريسبونس ويز ايه، ويز ديلي، فممكن اي سيستم يبقى بالمنظر ده. تمام، يبقى في الوقت ده الستيب ريسبونس، يعني انت هتجيب اللابلاس ده، انت طبعا اللابلاس هتضربه في الستيب واحد على اس، وتيجي جايب التايم ريسبونس، فهتلاقي التايم ريسبونس حاجه بالمنظر ده، عباره عن الجين في واحد ناقص اكسبوننشال لايه، لحاجه بالديكي مع التايم. تمام، فده شكله عامل ازاي، وطبعا مضروبه في واحد اوف اللي هي المفروض يو اوف تي ناقص ال، يعني بعد ال ال هيبقى بالمنظر ده. تمام يا جماعه، يعني لو انا حبيت ارسمه هيبقى حاجه بالمنظر ده، بعد ال ال هيبدا ان هو ايه، هيبدا ان هو ياخد الاكشن بتاعه ويبقى هو فيرست ريسبونس، ومع التايم هيحصل ايه، هيحصل هي اكسبوننشال بي دي كي مع التايم لحد ما يوصل عند الانفينيتي بالواحد، يبقى عند الانفينيتي يوصل عند الواحد، والواحد والواحد اوف تي ناقص ال، معناه ان انا هبدا من مين، هبدا بعد ال. تمام، التانجنت ميثود بقى معناها ان انت بتخلي اوبتين الستيب ريسبونس بتاع السيستم، يعني انت بتيجي مدخل على السيستم ستيب. تمام، يعني ايه ستيب؟ يعني ببعت عند لحظه معينه او عند ال او عند قيمه معينه من التايم، اجي باعت فولتج اقول له ستيب من الزيرو الى الواحد، او من ستيب من الخمسه الى العشر، وات ايفر، يعني دي اسمها ستيب، ان انت عملت خطوه. تمام، عملت درجه للفولتج، فده ده بنسميه ستيب ريسبونس. فانت بتروح على في الاي بي البي اي دي، وتيجي عامل للسيستم نفسه، تيجي عامل ستيب. تمام، وتيجي شايف الاوتبوت، تعمله ميجر مع التايم وتشوف شكله عامل ازاي. درو ا تانجنت اوف ات ذا انفليكشن بوينت، درو ا تانجنت، يعني انا يا جماعه دي بنسميها انفليكشن بوينت، معناها ان انت بتدور على المماس لاكبر حاجه موجوده فين، لاكبر حاجه موجوده في الميل. تمام، يعني اكبر قيمه من المماس هو ايه، هو الحاجة دي. تمام، كمبيوت ذا بروسيس جين اللي بتساوي الستيت اوتبوت. تمام، بنسميها كي اي، يعني الجين. تمام، الكي في الاي، ايه هو الكي في الاي بقى؟ الاي ده بنسميه هو الستيب انبوت، يعني ان الفولتج بدخله من صفر الى مين، الى واحد، فالاي ده هو الواحد. طب لو قلت لك من صفر الى عشرة يبقى الاي ده هو العشرة، طب لو من خمسة الى عشرة يبقى الاي ده هو مين، هو الفرق اللي هو المفروض كام، خمسة. تمام، فده بنسميه الستيب انبوت. طب الكي هو البروسيس نفسها، البروسيس نفسها، البروسيس نفسها، مش انا قلت لك ان عبارة عن حاجتين، عبارة عن انبوت بالمنظر ده، وهنا ده الاي وده الار، الار ده هنقول ان هو ايه، هنا بقى السيستم عبارة عن كي في شوية ايه، في فانكشن اللي هي الكي دي. تمام، وهيخرج الاوتبوت واي، وطبعا هنا في فيدباك. طيب بعد ما بتخلص تجيب الجين، انت هتجيب مين، هتجيب حاجه اسمها ال ال، بنسميها الدي تايم، اللي هو التايم الميت، يعني بعدها السيستم بدا ان هو يتحرك، فده بنسميه الديلي اللي هي ال ال دي. تمام، بعدها بتجيب مين، بتجيب التاو، التاو ده اللي هو بنسميه ايه، التايم كونستانت، التايم كونستانت بتاع الستيب ايه، الفيرست اوردر ريسبونس. تمام، علشان تجيب التايم ام، التايم كونستانت، فانت بتاخد من 0 الى مين، الى 63، لما توصل لحد 63% الفانكشن بتاعتك، لما توصل ل 63%، او في طريقه ثانيه ان انت بتشوف التانجنت اللي انت رسمته، عشان كده احنا بنسميها تانجنت ميثود. التانجنت اللي انت رسمته ده قطع فين، قطع من 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 هنا، وقطع عند قيمه معينه في التايم. تمام، قطع فوق، لما يعني التانجنت ده هيوصل، هيقطع مع الاوتبوت ستيل ستيت اوتبوت في نقطه معينه، النقطه دي بعد تايم معين هتطرح منه ال ال، تجيب مين، تجيب التاو. المفروض التاو دي يا جماعه بتساوي التاو دي، بس هنا في الرسمه مش بيساوي بعض، يعني هنا في الرسمه مش مرسومه قوي يعني، او التانجنت ما جاش صح، في الغالب بيساوي بعض. تمام، طيب ذا موست بيبرال تيونينج رول بنسميها زيجلر نيكولاس. زيجلر نيكولاس ده بيقول ايه؟ بيقول لو انت السيستم بتاعك وعرفت تجيب ال ال والتاو، تمام، اللي احنا لسه قايلين عليهم دلوقتي، ال ال والتاو وال وايه كمان، ال ال والتاو والكي، لو انت عرفت تجيب الثلاثه دول، تعالى انا هقول لك تعمل ايه. لو انت جبت الكي وال ال والتاو، هتقدر تعمل بروبرشن كنترول، تقدر تعمل بي اي كنترول.
ما ينفعش تعمل بي دي كنترول، ينفع اعمل لك بي اي دي كنترول. لو انت جبت لي ال ال تمام والكي ال الكي والال والتاو، هقدر اقول لك قيمه الكي بي بكام، قيمه التي اي بكام، وقيمه التي دي بكام. تمام. في الامتحان انا علشان التايم بتاعك مش سامح ان انت تحفظ الحاجات دي، انا عايزك تسمع وتفهم كويس وتذاكر الشيت كويس، لكن مش عايزك تحفظ، مش هتلحق تحفظ عشان التايم الوقت متاخر يعني. فانا عايزك تعمل ايه؟ انا كده كده هديك الجدول ده مفيش مشكله تمام، بس انت تبقى عارف معناها ايه التاو والكي والال، وانا لو احتجت منك البي اي او البي او البي اي دي شكلهم هيبقى عامل ازاي. تمام. سواء على فكره الستبس دي هي في الديجيتال، هي فين، هي في الـ في الانالوج. تمام، هنتكلم عنها في الديجيتال بعد شويه. يبقى في حاجه بقى، في حاجه تانية اسمها فريكونسي ريسبونس. دي طريقه اولى يا جماعه للزيجر نوكلوس، بتقول لو انت معاك التي والكي والال يبقى انت اقدر اطلع حاجه بالمنظر ده. في طريقه تانية بنسميها الفريكونسي ريسبونس. لو انا السيستم بتاعي مش فيرست اوردر، يعني مش عامل المنظر ده، مش شكله مش كده، شكله حاجه تاني مختلفه. تمام. الاوتبوت يعني في اوسيليشن، في اوفر شوت، في وات ايفر، فبنعمل ايه؟ بنقعد نزود الستيب. تمام. بقعد ازود انا في الستيب واحده واحده لحد ما اوصل السيستم بتاعي يبقى كريتيكال ستيبل. لو انا عرفت اوصل، طبعا لو هو مش بالمنظر ده، لو هو مش عامل المنظر ده، فاكيد هيبقى فيه اوفر شوتنج. وكلمه اوفر شوتنج معناها السيستم فيه ايه، فيه بولز ممكن بجين معين توصل الاوسيليشن دي، يبقى السيستم ان ستيبل او كريتيكال ستيبل، اللي هو حاجه بالمنظر ده. هتلاقي الاوتبوت مش اوفر شوت واحد، مش اوفر شوت واحد، لا ده انت هتلاقي اكتر من اوفر شوت بالمنظر ده، فده بنسميه اوسيليشنز. تمام. فالاوسيليشن دي هتعمل ايه؟ الاوسيليشن دي هستفيد منها بحاجه، او انا هستفيد لو حصل اوسيليشن بالمنظر ده، فباخد حاجه اسمها الكي سي اللي هو كريتيكال جين. انت وصلت السيستم ده لكريتيكال جين، وهميجر مين؟ وهميجر التي سي. تمام. هميجر التي سي، تي سي ده اللي هو مقلوب الفريكوانسي، مقلوب الفريكوانسي بتاع الاوسيليشنز. خد بالك الموضوع كده كريتيكال ستيبل، فممكن السيستم يحصل له ايه، يحصل له يعني مثلا انا عايز احرك الموتور ان هو يتحرك 90 درجه، عارف هيعمل ايه؟ مش هيتحرك 90 درجه، هتلاقي الموتور بيبدا يتحرك لرقم مثلا 145 درجه، 135 درجه، ويرجع مثلا 45 درجه، يقعد يعمل اوسيليشنز بالمنظر ده. هتلاقي الايد الدراع مثلا او الارم اللي شغال بيقعد ايه، بيقعد يروح ويجي، يروح ويجي، يروح ويجي. طبعا لو انت زودت الجين عن رقم معين بتلاقي ايه، بتلاقي ان الارم ده خلاص وصل للستيد ستيت وكسر حاجه، او حصل اوفر لودنج على الموتور اللي شغال، هتحصل مشكله. فطبعا الموضوع ده بيبقى كريتيكالي، او مش كريتيكالي، بروتكتد ميكانيكالي والكتريكالي. تمام. يعني الموضوع مش سهل ان انت تروح تيجي على السيستم وتخليه كريتيكال ستيبل، معناه ان انت بتبوظ حاجه في السيستم، او الحاجه في السيستم ده يبوظ، ولكن هو بيبقى الموضوع بروتكتد شويه لحد ما اعمل تيونينج. فبجيب الكي سي وبجيب التي سي. لو جبت الرقمين دول برضو اقدر اعمل مين؟ اقدر اعمل نفس الايه، نفس الخطوات. لو انا عايز اجيب البروبرشنال كنترولر، لو انا عايز اجيب الانتجرال كنترولر، او البي اي او البي اي دي، لو انت معاك الكي سي هتعرف تجيب، او التي سي. خد بالك ان الارقام دي هتلاقي دايما اقل من الواحد، ليه؟ علشان في الوقت ده كان كريتيكال ستيبل، يبقى انا هاخد نص الرقم، نص الماكسيمم جين، فانا عملت البروبرشنال. فطبعا مش هيبقى قوي، طبعا اقوى واحد هو مين؟ هو البي اي دي. تمام. طيب الامبيريكال تيونينج للبي اي دي كنترولر مثلا، ده اكزامبل، ده اكزامبل، بس ده نوعه ايه؟ الاكزامبل ده مش مديك الكي سي، انا مديك ان هو عباره كانه فيرست اوردر. فانا مش هديك ده، هديك ايه؟ المفروض في الحل يعني المفروض هتيجي ترسم دي مش هتعرف ترسمها، فانا هديك دي. لو انا اديتك دي هتعمل ايه؟ هتروح تدور على ال ال، ادي ال ال، المسافه دي هي ال ال. تمام. والمسافه دي هي مين؟ من هنا لهنا هي التاو. وايه كمان كنت محتاجه؟ الجين. هنا الماكسيمم كام؟ واحد. هتقسمه على الستيب، هو قال لك ان هو يونت ستيب، يبقى واحد على واحد، يبقى الكي بواحد، يبقى الكي هتطلع بواحد، والال بواحد ونص، والديلي او التاو بثلاثه. هتعوض بالكي والال والتاو، تقدر تجيب مين؟ تقدر تجيب الكي بي والتي والتي دي. مش هتسيبهم كده، هتحط دي جوه المعادله، دول الثلاثه دول هتحطهم في المعادله بتاعت الكنترولر،
اللي هي شكلها كده. دي معادلة الكنترولر يا جماعة اهي في السلايد اللي قبل ده، دي معادلة الكنترولر. لو انت جبت الكي بي والتي اي والتي دي لازم توصل دي لايه؟ لشكل الكنترولر المطلوب منك. دي مش هتبقى معطى طبعا، لكن الجدول معطى والرسمة نفسها معطى. لو انا ما اديتكش الرسمة ممكن اديك رسمة زي دي، اديك الكي سي ده واديك التي سي بحيث ان انت تعوض في الجدول التاني ده، تمام؟ يبقى في الامتحان انا علشان الخبطك فهديك الجدول ده وهديك الجدول ده مع بعض. طيب كده كده بالنسبه لنا احنا كده عرفنا نعمل حاجه بنسميها ايه؟ بنسميها امبيريكال تيونينج للانالوج. لحد كده يا جماعه احنا خلصنا الانالوج كنترولر. طيب في الكونتورس في الزد دومين، ان البول في الزد هي البي اس زد مضروبه في التاو، دي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. يعني البول في الزد هو البول في الاس، تمام؟ مش هو يعني اي اس بي اس في تاو، بحيث ان البي اس ده هو البول في الاس دومين والبي ده بي زد هو البي في الزد دومين. وساعتها احنا ممكن نشيل الاس ونحط ما يساويها، هي سيجما زائد جي اوميجا دي، تمام؟ ساعه ما عملنا كده دي سيجما ودي مين؟ دي اوميجا دي، فده مثلا ده مكان البول، تمام؟ يبقى البي زد هي اي اس سيجما تي في اي اس جي اوميجا دي في التي، يبقى اي اس سيجما تي اي اس، يعني هتشيل الاوميجا دي وتشيل وتقدر تزود عليها ايه؟ ان في 2 باي، دي كانها عدد ان من البايات، يعني ممكن يبقى 1 او 2 او 3 يبقى 2 باي، تمام؟ يبقى بتتكلم على الكونتور. طيب السيجما بقى بتبقى كونستانت. يعني ايه سيجما كونستانت؟ فاكرين يا جماعه السيجما كونستانت معناها التايم كونستانت، معناها ان انت ارقامك كونستانت. يعني ايه؟ يعني ثابته، يعني خطوط ايه؟ خطوط افقيه راسيه بالمنظر ده، معناها ان السيجما هنا ثابته مثلا بكام؟ ب6، هنا السيجما بكام؟ ب2، وهكذا، هنا بسالب كام؟ بسالب 1، هنا بسالب 6، وهكذا يا جماعه، ماشي؟ طيب لو انا دلوقتي قلت لك ان السيجما دي ثابته، السيجما ثابته يعني الارقام، يعني هنا مثلا في بول في المكان ده، في بول في المكان ده، في بول في المكان ده، طيب ده معناها ايه؟ معناها البولز دي كلها لوكيتد على خط واحد بسيجما ثابته. لو انا عوضت وقلت لك ان الماجنيتيود، خد بالك ان ده الماجنيتيود بتاع مين؟ بتاع الكومبلكس نمبر، ودي الانجل، دي الانجل، ده الانجل. وبالتالي لو قلت لك السيجما ثابته يعني الماجنيتيود ثابت. يعني ايه ماجنيتيود ثابت في الزد دومين؟ معناها ان جوه ايه؟ جوه دايره، تمام؟ يعني كده مثلا معناها الماجنيتيود ثابت، يبقى ده البول ايه؟ ده بول وده بول، الثلاثه بولز دول لهم نفس مين؟ نفس السيجما، يعني لهم نفس السيتلينج تايم. يبقى الدوائر ليهم نفس مين؟ نفس السيتلينج تايم، ايكوال سيتلينج تايم، يعني ايكوال سيجما السيتا السيتا مش السيتا سوري ال بنسميها السيجما، السيجما اللي هي بنسميها زيتا اوميجا، زيتا اوميجا ان دي كونستانت، يبقى سيتلينج تايم كونستانت، يبقى دايره في الزد دومين، يبقى خطوط افق راسيه في الاس، في الاس دومين. طيب لو العكس بقى قلت لك الاوميجا دي كونستانت، يعني ايه اوميجا دي كونستانت؟ يعني الايماجينري بارت ثابت، تمام؟ يعني الارقام دي كلها على نفس ايه؟ على نفس الخط، تمام؟ على نفس الخط معناها اوميجا دي ثابته، تمام؟ واوميجا دي قلنا معناها تي البيك تايم، البيك تايم هو التايم تو بيك. يعني ايه التايم تو بيك؟ يعني توصل ايه؟ برجع بس في المحاضرات اللي فاتت تلاقي نفسك حاجه من المنظر ده. التايم تو بيك معناها اقصى بيك حصل، تمام؟ معتمد على التي بيك اللي هو ده اسمه التايم بيك، تمام؟ طيب التايم بيك ده لو انت عوضت هنا قلت لي ان الاوميجا دي ثابته، يعني هنا الاوميجا دي ثابته، يبقى الانجل هي اللي ثابته. يعني ايه انجل ثابته؟ معناها ان الارقام دي، تمام، الخط الافقي ده بقى خط ايه؟ ليه انجل معينه. كل ما بتعلى لفوق كده كل ما الانجل بتتغير، كل ما الانجل بتزيد. يبقى الانجل مثلا بصفر، تمام؟ ده فين؟ ده لما كانت الاوميجا دي بصفر، سوري الانجل بصفر لما الاوميجا دي بيوصل سالب ما لا نهايه، لما يبقى الاوميجا دي بسالب ما لا نهايه، تمام؟ وبعد كده الانجل بتقعد بقى ايه؟ تزيد. سوري يا جماعه، الاوميجا دي بصفر لما يبقى الاوميجا دي بصفر، الانجل بصفر لما تبقى الاوميجا دي بصفر، وهكذا. فتلاقي نفسك مثلا عند 45 درجه معناها ان الاوميجا دي وصلت لحد 45 درجه اللي هي باي على الاثنين، وهكذا يا جماعه، ماشي؟ فنقدر ايه؟ او باي على 4، فنقدر اقدر بارقام معينه كل ما بتزيد الاوميجا، الاوميجا دي معناها ان انا كل ما بطلع لفوق في خطوط الراس الافقيه دي كل ما انا بزود فين؟ بزود في الزاويه، وبتقعد معايا تقعد تلف طبعا بسبب الايه؟
السيمترية بتاعت الأوميجا دي. هنا خد بالك كل ما بتبعد كده، خلينا كل ما بتبعد كده عن الخط الزيرو ده، الخط الزيرو يا جماعة ده الخط الزيرو، كل ما بتبعد كده عن خط الزيرو بيحصل ايه؟ بيحصل ان السيجما بتزيد. يعني ايه سيجما بتزيد؟ السيجما بالنيجاتيف بتزيد، معناه ان انت بتقرب فين؟ بتقرب للاوريجن. يبقى السيستم يبقى سريع جدا كل ما بيقرب للاوريجن، يبقى بطيء كل ما بيقرب لمين؟ للواحد اللي هو بره. تمام؟ طيب نكمل بقى. لو قلت لك ان الزيتا دي كونستانت، كلمه زيتا قلناها معناها اوفر شوتنج صح، وقلنا في هناك كانت الزيتا كانها السيتا او الانجل اللي موجوده هنا، دي بنسميها مين؟ الانجل اللي موجوده هنا سيتا. فالزد هي عباره عن ايه؟ اس سالب زيتا السيتا. لو انت فاكر الماجنتيود ممكن نجيبه ازاي من هنا، طبعا السيجما دي هي عباره عن زيتا في اوميجا ان، والاوميجا دي عباره عن الاوميجا ان في جذر واحد ناقص الزيتا سكوير. تمام؟ وطبعا لو انت عايز تقول هتقول لي مثلا ان السيتا كانها هي كوزين مين؟ ان هي كوزين الزيتا وهكذا. يعني تقدر تعمل بكومباينيشن معينه، تقدر تجيب مين؟ تقدر تجيب الزد كماجنتيود والزد والسيتا كايه؟ كانجل، هي اوميجا دي في تي. تمام؟ طبعا لو انت واخد بالك الماجنتيود فانكشن في الانجل، يعني كل ما بتغير في الانجل الماجنتيود هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو بيتغير، فمش هينفع تبقى دايره. الدايره الماجنتيود ثابت مش معتمد على الانجل. تمام؟ والخطوط معناها ان الماجنتيود متغير تمام عند انجل ثابته، ولكن هنا في الوقت ده هيبقى شكل الكاركترستيك مختلف. انت بتتكلم لو انا بصيت كده، لو انا بدات من هنا مثلا عند انجل معينه وديستانس معينه، الانجل اختلفت فالدايمنشن هنا ايه؟ هيختلف او الطول يعني، فيبقى شكل حاجه بالمنظر ده، هيبقى شكل حاجة بالمنظر ده. الخطوط يا جماعة الخط ده كده طلع من هنا ورجع تاني نزل جوه. تمام؟ الخط الأحمر ده كأنه كونستانت إيه؟ كونستانت زيتا. مثلا دخلت على زيتا غيرها، كل ما بتخلي زيتا تقل كل ما بتقرب لناحية مين؟ ناحية الواحد. تمام؟ خد بالك إن الزيتا دي كانت علاقة عكسية مع مين؟ مع الأوفر شوتنج. كانت علاقة عكسية مع الأوفر شوتنج، ارجع المحاضرة اللي فاتت. فمعناه إن هنا كأن الأوفر شوتنج عالي، هنا الأوفر شوتنج إيه؟ الاوفر شوتنج قليل. تمام؟ يبقى كل ما الخطوط تقرب من تحت كده كل ما الاوفر شوتنج ايه؟ يبقى قليل، كل ما بعلى بيها لفوق كل ما الاوفر شوتنج يكون اعلى. تمام؟ طيب في فور كونستانت اوميجا ان، يعني ايه اوميجا ان كونستانت؟ معناها ان الماجنتيود بتاع الزاد هي اي اس سالب جذر اوميجا ان تي سكوير ناقص سيتا سكوير. يعني في الاخر برضو هتعرف تستنتج دي، استنتاجها سهل. ففي الاخر الماجنتيود يعني هو عبارة عن حاجة برضو معتمدة على السيتا. شكلها عامل ازاي؟ هي الخطوط اللي هي دي، الخطوط اللي هي بالمنظر ده، الخطوط دي كل الخط ده كده معناها كونستانت اوميجا ان. خد بالك هناك كان في حاجة اسمها كونستانت اوميجا دي مش اوميجا ان. والاوميجا دي تمام ايه علاقته بالاوميجا ان؟ الاوميجا دي علاقته بالاوميجا ان ده اوميجا ان جذر واحد ناقص سي الزيتا سكوير بيساوي اوميجا دي، اسمها دامبنج فريكونسي، ده اسمه ناتشرال فريكونسي، ده اسمه دامبنج فريكونسي. تمام؟ فكانت الكونستانت اوميجا دي خطوط راسيه تعمل ايه؟ تعمل انجل معين، انجل ثابته. لكن هنا الاوميجا ان تعمل دوائر، بس دوائر ايه؟ بالمنظر او الانصاف دوائر او اشباه دوائر، اللي هي الحاجات الواقفه دي، دي كونستانت اوميجا ان، ده كونستانت اوميجا ان. طيب دلوقتي احنا خلاص فهمنا الى حد ما يعني ايه ناتشرال فريكوانسي، يعني ايه تايم كونستانت، يعني ايه دامبنج ريشيو. ممكن هنا اقول لك مش تايم كونستانت، ممكن اقول لك سيتلينج تايم وهكذا. طيب في هنا سيستم، السيستم ده ليه انجل بكام؟ ليه انجل بواحد ناقص جذر واحد ناقص واحد على الجذر على زاد ناقص واحد في زاد ناقص نص. تمام؟ ده ايه؟ ده سيستم، ومديك الايه السامبلنج بيريود او انترفال. فلو انت هتستخدم مثلا ماتلاب، او هطلب منك ترسم الروت لوكس، وهطلب منك ترسم الروت لوكس، فبتعمل ايه؟ فبتعمل الاتي، ان انت بتروح ترسم. سهل تعرف ترسم مش تعرف؟ هعرف ارسم ان انا عندي الزد بواحد، فانا حطيت عند البول بواحد وعندي بول بنص، وطبعا زي ما قلت لك هيبقى في خط ما بينهم، وطالما ان هما الاثنين بولز فالاثنين هيخرجوا فلازم يقطعوا يروحوا فين؟ يروحوا كده.
تمام. طبعا ده يا جماعه شكل روت لوكس. المحاضره اللي فاتت قلت لك طيب هات لي الرقم اللي هنا، او تقريبا جات لك في السكشن ازاي تعرف تجيب الرقم اللي هنا. كل ده يا جماعه بتقدر تتحكم في مين؟ في قيمه البروبرشنال جول جين. تمام. طيب عايزين بقى لو انا قلت لك عايز الدام بالنشر فريكونسي، يعني ايه دام بالنشر فريكونسي؟ معناها الاوميجا دي، مديك اوميجا دي تمام. بالاوميجا دي والتي تقدر تعمل ايه؟ تقدر تجيب انجل معينه، صح؟ مش احنا قلنا الاوميجا دي ثابته او قيمه معينه فلها خط بانجل معين، صح؟ فتقدر تقول كده ان الاوميجا دي في التي يديك نص راديان، يعني 28 درجه. يعني هتيجي هنا ب 28 درجه بالانجل بتاعتك، يعني بالمنقله. وطبعا ممكن مش شرط منقله، خد بالك ب 28 درجه ممكن اجيبها بالقلم مثلا عند الواحد، تمام؟ بالقلم كده عند الواحد تعمل كام هنا؟ تعمل ارتفاع كام؟ كوزين كوتان. فانت عرفت تجيب نقطه، فمش شرط تجيب منقله، ممكن تيجي جايب ايه؟ خط من نقطه لنقطه. مش عارف انتوا فاهمين ولا لا، بس في الاخر الانجل دي عايزه 28 درجه. هتقطع مين؟ هتقطع الاخ ده. وطبعا احنا قلنا لو انت عايز عند نقطه معينه على روتوكس عايز اعرف قيمه الجين بكام، فكنا بنعمل حركه كده بسرعه، بنجيب الابعاد البعد ده والبعد ده ونضربهم في بعض على حاصل ضرب الزيروز علشان اجيب الكي، لو فاكرين حاجه زي كده في المحاضره اللي فاتت. طيب الحاجه الثانيه اللي هو التايم كونستانت اوف نص سكند. يعني ايه تايم كونستانت بنص؟ تايم كونستانت قلنا يعني الايه اللي هو واحد على التاو، تمام؟ واحد على تاو هو زيتا اوميجا ان، ده اسمه تايم كونستانت، واحد على زيتا اوميجا ان. فاقدر اجيب الزيتا اوميجا ان ب2 راديان. ولو انت عندك الزيتا اوميجا ان معروفه اللي هي السيجما، يبقى انت عارف قيمه مين؟ يبقى انت عارف قيمه الزد اللي هي الدايره. طيب ارتفاع نصف قطر الدايره هو مين؟ نصف قطر الدايره هو اي اس سيجما تي. اي اس سيجما تي يعني اي اس سالب زيتا اوميجا ان تي بكام؟ ببوينت 8. هتعوض يعني ده بوينت 1 وده ب2، يبقى اي اس سالب 2 بوينت 2 ببوينت 8. بوينت 8 يعني ايه؟ يعني عند دايره. تعالى بس نمسح اللي احنا عملناه ده. معناها ان انت عند دايره معينه نصف قطرها بوينت 8، تمام؟ المفروض ده مثلا ده واحد وده كام؟ بوينت 5. فهنا هيبقى بوينت كام؟ هيبقى هنا بوينت 7.5. فعند بوينت 8 هيبقى هنا، فده دايره المفروض في هنا دايره يعني كده. هي دي كونستانت ايه؟ كونستانت لها تايم كونستانت ثابت بنص. فقطعت فين؟ قطعت في النقطه دي. اقدر اجيب النقطه دي عادي من على الرسمه. طيب الدامبنج ريشيو ببوينت 7، يعني ايه دامبنج ريشيو ببوينت 7؟ دامبنج ريشيو جيفن كان بي يوز دايركتلي تو لوكيت ذا ديزارد بول. هنا طبعا بيديك الدامبنج ريشيو اللي هي الزيتا، تمام؟ وعلشان تجيبها يعني الى حد ما مش هتبقى سهل عليك، ان لو انت عندك زيتا برقم معين فالمفروض انت لو انت عندك الكونتور طبعا المتلاب بيديك انت الكونتور ده. فده شكل مين؟ ده شكل الحلزوني بتاع الزيتا، حاجة بالمنظر ده. فالمفروض انت هتشوف الزيتا بوينت 7 بكام، وتيجي جايب مين؟ وتيجي جايب منها تيجي قاطع، يعني تشوف هيقطع هنا ولا هيقطع هنا. ده ايه؟ ده كونستانت الزيتا. طيب ممكن بقى تجيب عن طريق الايكويشنز ازاي؟ خد بالك ان انا الكاركترستيك ايكويشن بتاع المعادلة دي هو ده الكاركترستيك ايكويشن. تقدر تساويها بمين؟ تقدر تساويها بمين؟ بالبولز اللي هي بنسميها احنا البول دي يا جماعه بنسميها ان ليه جت منين دي؟ انت عندك البول الاول هو عباره عن اي اس سالب زيتا اوميجا ان انجل اوميجا دي، صح؟ فكانك بتقول ان كل بول عباره عن رقم كومبلكس، رقم كومبلكس ليه انجل اوميجا دي وليه ماجنتيود زيتا اوميجا ان. فكانك بالظبط او اي اس سالب زيتا اوميجا ان تي، يبقى ده كانه الماجنتيود، تمام؟ وفي ساين وكوزاين علشان انت بتتكلم على كومبلكس نمبر. طيب لما تضربهم في بعض هيديك معادله بالمنظر ده. فدي حفظ، يعني دي حفظ، او مش شرط حفظ، هي معناها ان انت عندك ايه؟ الزد ناقص البول الاول مضروبه في الزد ناقص البول الثاني، والبول نفسه تمام هو اي اس سالب زيتا اوميجا ان تي انجل اوميجا دي تي، تمام؟ والانجل دي معناها ان انت جي كوزاين الانجل زائد جي ساين الانجل. فانت كده تقدر تجيب مين؟ تقدر تجيب الايكويشن دي، تمام؟ يبقى تقول الكوفيشنت بتاع الزاد اس واحد
تمام، هو هنا بنص هتساويه باتنين مين، او بسالب نص هتساويه بسالب اتنين كوساين اوميجا دي تي، والزيرو تمام اللي هو كي بلس نص هتساويه بمين، هتساويه باتنين اي اس سالب اتنين زيتا اوميجا ان تي. يبقى انت كده معاك معادلتين. نشوف بقى المطالب. المطلوب الاول كان بيقول لك لو الراديان فريكوانسي او الدامبنج فريكوانسي بخمسة، يعني ايه خمسة؟ معناها ان خمسة بيبقى نص، تمام. والزيتا اوميجا ان، الزيتا اوميجا ان يبقى واحد وكام؟ بواحد بوينت خمسة. جت منين؟ جت من هنا ان انا عوضت في المعادلة الاولى، عوض كده في المعادلة دي. يبقى انت من الاوميجا دي في التي بنص هتعوض هنا كوزاين نص، تمام. بس خد بالك راديان، راديان يعني كوزاين نص، المفروض نص اللي هي معناها في باي على 180 على باي. فهتقدر تجيب مين؟ هتقدر تجيب الزيتا اوميجا ان. طيب لو انت عارف تجيب الزيتا اوميجا ان تقدر تجيب الكي عشان هتعوض هنا في المعادله اللي بعدها، هتجيب الكي. طب لو انا سالتك قلت لك عايز اجيب الزيتا نفسها، هتقول لي ان زيتا اوميجا ان بالرقم ده، صح كده؟ طيب والاوميجا دي انا عارفها هي اصلا بخمسه، هو مديها لك بخمسه، المفروض بتساوي مين؟ بتساوي اوميجا في جذر واحد ناقص زيتا سكوير، ربعت طبعا الطرفين بيساوي 25. وانا عارف ان الزيتا اوميجا ان ب 1.5، لو ضربت دول في بعض فكانك بتقول اوميجا ان سكوير في واحد ناقص اوميجا ان في زيتا الكل سكوير اللي هو 1.5 سكوير. فهتعوض تقدر تجيب الاوميجا ان وبعد كده تقدر تجيب الزيتا، يعني معادلتين في مجهولين يعني. طيب المطلوب الثاني ان انت كان معاك مين؟ معاك الزيتا اوميجا ان، انت يبقى معاك الزيتا اوميجا ان بواحد على النص يبقى 2 راديان. الاوميجا دي تمام واحد على تي كوزين انفرس للرقم ده، دي من المعادله الاولى يا جماعه، اللي هو لو سويت الترم ده كله تمام سويته بمين؟ سويته بواحد ونص. لو سويتهم ببعض تقدر تجيب الزيتا او تقدر تجيب الاوميجا دي كوزين انفرس على التي مضروبه في تودي الاثنين ناحيه الثانيه وتودي ده الناحيه الثانيه، فهيديك حاجه بالمنظر ده. فتقدر تجيب الاوميجا دي عباره عن 4 راديان بير سكند. لو انت معاك الاوميجا دي ومعاك زيتا اوميجا ان بنفس الطريقه، بالمعادلتين دول تقدر تجيب مين؟ تقدر تجيب الزيتا وتقدر تجيب الاوميجا ان. تقدر تعوض برضو في المعادله الثانيه علشان تجيب مين؟ علشان تجيب الكي. الثالثه بقى خد بالك ان احنا دلوقتي كاننا بنحل، بس نبقى فاهمين اللي حصل. هي نفس المساله، بدل ما كنت بحلها عن طريق الرسومات تمام، ممكن احلها عن طريق مين؟ عن طريق المعادلات تمام. الثالثه دي صعب ان انت تحلها عن طريق المعادلات. لو الزيتا بوينت 7 فانت بتقول ان انا عندي الواحد ونص بتساوي الرقم ده كله تمام. الاوميجا ان مش عارفها بكام، بس انت بتري اند ايرور تقدر تجيب مين؟ تقدر تجيب الاوميجا ان. لو عرفت تجيب الاوميجا ان هترجع تاني فين؟ هترجع تاني في المعادله الثانيه اللي هي المعادله دي يا جماعه، اللي هي المعادله دي. لو انت معاك الزيتا والاوميجا ان بقى لما تحسبها هتقدر تجيب مين؟ هتقدر تجيب الكي. طبعا دلوقتي الكالكوليتر تقدر تحسبها، يعني الكالكوليتر تقدر تحسب لك الاوميجا ان من معادله ايه؟ نون لينير، يعني مش هي النون لينير سولفر، معناها ان المعادله الكالكوليتر هتعرف تحسب لك الاوميجا ان تمام. فتقدر تجيب الكي هيطلع ببوينت واحد. ده يا جماعه مش علينا السلايد ده، سلايد رقم 91، سلايد 92، سلايد 93 اللي هو باي لينير ترانسفورميشن، لا مش علينا. طيب ماشي. الامبيريكال نفس الطريقه، هنقول ان عندنا بي اي دي، والبي اي دي ده عباره عن كونستانت، احفظ بس حفظ الشكل ده، هيبقى الكونستانت ده تمام. والكونستانت عباره عن كونستانت في جزء مين؟ جزء تفاضلي وجزء ايه؟ انت هنا تفاضلي تمام، وهنا ايه؟ وهنا تكاملي. فانت لو معاك التي اي، التي ده يا جماعه السامبلنج تايم، فلو انت معاك الكي بي والتي اي والتي دي هتعرف تحسب مين؟ هتعرف تخلص الكنترولر بتاعك تمام. فعلشان تجيب دول، فاكرين كنا بنجيبهم ازاي؟ كنا بنجيبهم عن طريق مين؟ عن طريق التيبل اللي فات ده. فلو انا معايا قيم اما الكي سي، الكي سي والتي سي بتاع السيستم، او التاو والال والكي بتوع السيستم على حسب انت شغال بانهي جدول تمام، تقدر تجيب التي اي والتي دي والكي بي بتاع الكنترولر. يبقى هنا مثلا ده اكزامبل، انا على فكره جايب نفس الاكزامبل. فالطبيعي ان انت هتعرف تجيب الكي بي والتي اي والتي دي، او سوري انت هتعرف تجيب التاو، هتعرف تجيب التاو تمام، وهتعرف تجيب الكي ال وتجيب التي ال، هتعرف تجيب ال طبعا معاك والال معاك، هتعرف تجيبهم من الرسمه. الرسمه كان شكلها كده، ارجع بس بالسلايدز هتلاقي شكل الرسمه كده.
فهتعرف تجيب مين بالاسلوب، هتعرف انا هبقى مديك دي لو انا عايزك تشتغل بدي، تمام، او اديك انا الارقام، يعني انا اديك التاو والكي والال واديك كمان الجدول بحيث ان انت تحسب دي. بس الفكره كلها ان انت تبقى حافظ شكل ايه، شكل الكنترولر شكله عامل ازاي، ما تسيبهوش كده هنا، عايزك توصله لي للمرحله بالمنظر ده، توصله ان حاجه مضروبه في بعض كده، ممكن تبقى زد سكوير ناقص زد، مفيش مشكله. فده اللي انا عايزك توصله. طيب ده كمان اكسرسايز بيديك الاس، خد بالك ان انا هنا مثلا مستخدم بيقول لك خد تايم اقل من واحد، ممكن اخد نص، ممكن اخد بوينت واحد، ممكن اخد بوينت او واحد، طالما ان انا قلت لك اقل من واحد مثلا خد الواحد من 10، تمام. يبقى ده ايه، ده ديجيتال ديزاين عايزك برضو تعمل، بس ده بنسميه دايركت بقى، دي اخر حاجه يا جماعه هنتكلم عنها. هنا عرفنا نعمل بروبورشنال كنترولر في الديجيتال، وعرفنا نعمل بروبورشنال كنترولر في الانالوج، تمام، وعرفنا نعمل امبيريكال ديزاين في الانالوج، وعرفنا نعمل امبيريكال ديزاين في الديجيتال. دلوقتي هنعمل اخر حاجه دايركت ديزاين في الديجيتال، هو زي البروبورشنال، تمام. يعني هنا بس ده كده زياده تاكيد للجزء اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، تمام. طيب ازاي بقى سيلكت السامبلنج انترفال؟ خلاص بوينت او واحد زي ما قلت لك، سواء طالما ان هو اقل من 1 سكند فانت اختار اي رقم، طالما ان انا ما قلتلكش، لا اما اديهولك ومعطى يبقى معطى خلاص، تمام. اول حاجه هتعمل ايه، هتجيب الزد، الجي اوف زد بتاع السيستم ده، تعرف تجيبه؟ فاكرين يا جماعه المحاضرات اللي فاتت، ادي الاول ابلكيشن ليها، وبالتالي هيبقى مهم جدا جدا انت تذاكر اللي فات علشان تعرف تحل المسائل دي في الفاينل. فالاول هتجيب مين؟ هتجيب الزيرو اوردر هولد مع الانالوج سيستم. ازاي؟ بواحد ناقص زد انفرس للمين، زد ترانسفورم اوف جي على اس، تمام. هيطلع لك حاجه بالمنظر ده، ما تقوليش هجيبها ازاي، هتعرف تجيب دي، ارجع للمحاضرات اللي فاتت، تمام، هتقسم على اس كمان وتقعد بقى تجمع وتشوف وترجع للتايم ريسبونس، او تعمل مابنج لو انا اديتك الجدول وتعمل مابنج، تمام. يعني مثلا لو مديك رقم تقدر تجيب الناحيه الثانيه ايه. نقدر نعمل بقى حاجه اسمها بول زيرو كانسليشن او زيرو بول كانسليشن، اللي هي البي دي، فاكرين اللي هو البي دي ايه، البي اي، سوري، البي اي كنترولر، تمام. البي اي كنترولر هيبقى شكله عامل ازاي، هو عباره عن كي، انا دلوقتي خلاص عملت كنترولر بقى بالمنظر ده، عباره عن كي ناقص بول على زد، ده اسمه البي اي كنترولر. يبقى ده السي اوف زد، هو عباره عن كي في زد ناقص بول على زد. انا اخترت بوينت 99، ليه اخترت بوينت 99؟ عايز اعمل كانسليشن، لا اما كانسل البول ده، لا اما اكنسل البول ده، لا اما اكنسل البول ده. طبعا مش عايزك تكنسل البول ده، ده غلط ان انت تروح تكنسله، تمام. ليه؟ علشان كده ده رقم انستيبل، فانت كده غصب، يعني مثلا ممكن بالجين احرك نفسي وما بقاش فين عند البول، احرك نفسي انا مثلا ادي اليونت سيركل والبول بواحد اهو، ممكن بجين معين يبقى انا دخلت جوه بقت خلاص السيستم بتاع ستيبل. لكن لو انا خليت البول عند الواحد وفي، لا سوري، ايوه في تو بولز عند الواحد، فانا كده هيبقى غصب عني في الديستانس ما بينهم في نقطه، والنقطه دي هتخلي دايما السيستم ايه، كريتيكال ستيبل، دايما السيستم هيبقى كريتيكال ستيبل، تمام. فانا هختار ايه، لا اما اختار بوينت 99 لا اما بوينت 9 و4. اخترت بوينت 99 ليه؟ علشان هو القريب من الواحد، تمام، عايز اكنسله علشان هو البطيء، قلنا كل ما بقرب من، كل ما الدايره تقرب من الزيرو كل ما كان السيجما قلت، معناها ان انا بعدت في الليفت هاند سايد بتاع الاس دومين، معناها ان السيستم بتاعي بقى سريع جدا، تمام، فكلمه اسرع يعني مش سريع جدا، اسرع. وبالتالي هختار مين؟ هختار ان انا هشيل بوينت 99. يبقى ده شكل الكنترولر، بس انا محتاج اعرف الكي، تمام. الكي بنفس الكيفيه يا جماعه ان انا اقدر احددها، فاكرين كنا بنحددها ازاي؟ كنا بنحدد الكي عن طريق ان انت بترسم الروت لوكس، وبعد ما بترسم الروت لوكس، خد بالك بترسم الروت لوكس بعد ايه؟ بعد ما تضيف دول، يعني الاول هتيجي ضايف دول كده على السيستم، السيستم بتاعك اهو، فهتضيف الاثنين دول مع بعض فيديك ايه؟ هيديك حاجه، ده هيطير وهيتبقى مكانه ايه؟ هيتبقى مكانه زد، فهيطلع في الاخر الكنترولر بقى بالمنظر ده. يا جماعه ان شاء الله نشوفكم على خير في الفاينل، واتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.